FM. الكلمة ليك اليوم حول المصالحة الوطنية ككل مش الاقتصادية بارك ميساج نكشف الحقائق ليعتذر من يعتذر من الشعب التونسي وخلينا الناس كل اللي كان قدموا ببلادنا على خاطر راهو أساليب كيف ما هكا أنا على الأقل اعتقادي الشخصي إنه إحنا ما زلنا ما خرجناش من الربيع العربي اللي خرجت البلاد الوحيدة بلوز أو موان إيكونوميكمون وتحاول اليوم هي مصر إحنا تونس ما زلنا قاعدين راهو في لا زون دي تومبيت معناها حبينا ولا كرهنا إحنا مش زون تومبيت إحنا الوضع متاعنا رجراج صدقني أنا متحير ياسر على البلاد عندي برشا أمل وعندي برشا ثقة أن البلاد متاعنا قادرة تونس قادرة تخرج من الحكاية هذه ما هوش بعيد بالكل وما هوش صعيب بالكل لكن المشكل أني متحير أنه فما ناس اليوم في السلطة وناس اللي تحيط تخلق في القرار في تونس ما وعدش وجعت التوانسة واللوعة متاعهم والتعب متاعهم والجرح متاعهم ما يشفهم الناس هذه في بالها مازلت باش باقي تعديها وباقي تحافظ على المصالح متاعها راهو هذا مهم ياسر يعني الشعب قاعد يقاسي في وضع صعيب ياسر وعمال ما عادش محتمل وجماعة ما همش هوني الكلمة ليك